نبدأها مع ترتيب أفلام السينما الأمريكية، ومع المرتبة الخامسة لفيلم الأكشن والإثارة أتوميك بلوند، الذي تدور أحداثه حول إرسال عميل سري من طراز MI6 إلى برلين خلال الحرب الباردة للتحقيق في مقتل عميل زميل واسترداد قائمة مفقودة لمجموعة من العملاء المزدوجين. المرتبة الرابعة من نصيب فيلم الكوميديا Girls Trip. الفيلم يحكي عن أربع صديقات يقمن بالسفر إلى نيو أورلينز لحضور مهرجان إسنس السنوي. تدب الحياة من جديد في رابطة أخويتهن، فتكتشفن جوانبهن البرية. ننتقل إلى المرتبة الثالثة مع فيلم إيموجي موفي. يخوض الفيلم في العالم السري للرموز التعبيرية داخل هاتفك الذكي والمخفية بتطبيقات الرسائل بمختلف أنواعها، والتي تحيا داخل مدينة صاخبة تكستوبوليس، حيث يتمنى كل رمز تعبيري منهم أن يستعمله مستخدم الهاتف. That doesn't feel right now. I'm saying it out loud. تراجع فيلم دونكيرك إلى المرتبة الثانية هذا الأسبوع، وتدور أحداثه حول الإجلاء الإعجازي لجنود الحلفاء من بلجيكا وبريطانيا وفرنسا، حيث تقطعت السبل بجنود الحلفاء وحوصروا بواسطة الجيش الألماني في شواطئ ومرافق دونكيرك الفرنسية منذ 27 مايو وحتى 4 يونيو من عام 1940 أثناء قتال فرنسا في الحرب العالمية الثانية. أما صاحب المركز الأول فهو فيلم The Dark Tower، الذي تم تصويره بين نيويورك ولندن، وتدور أحداثه حول رونالد ديستشاين الذي يحمل سلاحه ويطوف معالم الغرب القديم بحثاً عن برج الظلام، والذي من خلاله سيستطيع أن يحافظ على العالم الذي يعاني الكثير من المشاكل ويقف على حافة الهاوية.